يا اهلا وسهلا فيكم. طيب حنسوي اليوم وصفه مره تنفع للشتاء، تمام؟ اللي هي قهوه اللوز الحجازيه. حسويها بالطريقه الاصليه. حنحتاج حليب سائل، حطيت حليب بودره، تمام، واضفت عليه مويه، تمام. دائما تسالون نستخدم الجاهز ولا نستخدم البودره؟ تقدروا تستخدموا الاثنين، لو عندك البودره حيوفر لك كثير. خلاص هنا عندي دقيق اللوز، تمام، اختاروا نوع يكون ممتاز. وعندي هنا لوز حجازي، ايش حنسوي فيه؟ حنغليه مع شوية موية، نقشره وبعدين نجرشه ويكون مجروش. حوريكم دحين كيف. سكر، وعندي دقيق الأرز وهو المكون المهم في قهوة اللوز الحجازية، وطبعا الهيل. الهيل، طيب ابغى اقول لكم شيء مهم، اللي هو الهيل لازم بعد ما تطحنوه تنخليه مرة ناعم زي كذا، يكون بودرة. خلاص عندنا ماء زهر وماء ورد. حنبدأ اول حاجة باللوز، نسلقه شوية موية ونقشر ونجرشه. دحين حجرشه معاكم وريكم كيف لازم يكون، عشان لما نشرب قهوة اللوز يكون متجانس معاها، ما يكون مجروش مرة خشن ولا يكون مرة ناعم، لازم يكون بارز في القهوة، اوكي؟ وهذا حلاوتها يعني. طيب ححط شوية موية، طبعا الموية مو حارة، حخليها تغلي، تمام، وبعدين حنزل اللوز. خلاص تكون الموية حارة، بعدين نحط اللوز. اول ما يبدأ يغلي شويتين بس نخرجه ونقشره ونبدأ نجرشه. خلاص بدأت تسخن معايا الموية، حبدأ انزل اللوز فيها. شايفين الحرارة كيف، تمام. طبعا تقدروا تزيدوا الكمية انتوا على قد ما تحبوا، كده يكون في لوز مجروش في القهوة عادي، تقدروا يعني تحطوا زيادة زي ما تحبوا. طيب خلاص كذا حيكون جاهز. ايش حسوي دحين؟ حصفي المويه الحاره، حغسله بمويه بارده وابدا اقشره وبعدين اجرشه. وتعال ذوق قهوه اللوز يا حلو يا لوز. طيب خلاص بعد ما قشرنا اللوز كويس حنبدا نجهز قهوه. هنا عندي دقيق الارز، لازم نحطه مع الحليب بدون ما نشغل النار، الحليب يكون بحراره الغرفه، تمام. بسم الله ندوبه مرة كويس، بعدين نحطه على النار ونحرك. النار تكون متوسطة عشان لا ينحرق من تحت ويلصق. خلاص زي كذا ندوب ونحرك لين ما يذوب مرة كويس مع الحليب، نحطه على النار. بعدين باقي المكونات. طيب دحين شغلت النار، أول ما يبدأ يسخن الحليب حضيف السكر. الحليب بدأ يسخن، نحط السكر، اوكي، نحط شويه من دقيق الارز، اللوز، الهيل، هزود كمان زياده مويه. النار هاديه عشان الحليب لا يفور علينا، تمام، ويغلي براحته كده ويسقل، اوكي. وحركه بشكل مستمر عشان دقيق الارز لا يوصل تحت. ابغى اوريكم دحين، شوفوا كيف جرشته اللوز. حنحط شويه، اوكي، في ما يحب يحطوه بس انا احس مره يعطي طعم رهيب لقهوه اللوز كذا على اصولها، تكون يعني تحسوا فيها جرشه اللوز. طيب دحين بدات تتقل، حنحط ماء الزهر وماء الورد. ممكن بس حطوا ماء ورد، هي اساسيه بس ماء الورد، اوكي، بس انا احب النكهتين مع بعض، لازم يصير قوامها اثقل من كذا، كذا مره خفيفه. طيب خلاص كذا وصلنا للقوام المطلوب، تمام. ابغى اوريكم، اقفل النار، شوفوا معايا، شايفين ثقيل في نفس الوقت ينشرب، تمام. في ناس يحبوه يكون اثقل من كذا وياكلوه بالملعقه، هذا عاد كل واحد ورغبته، تمام. بس حبدأ احطه دحين في الترمس. وكده قهوة اللوز حتكون جاهزة معانا، شايفين ما شاء الله تبارك الله كيف القوام. خلاص دحين حنبدأ نغرفها في الترمس، شايفين كيف حارة، احلى شيء في الشتاء حرفيا قهوة اللوز يا جماعة. طيب نبدأ نحطها خلاص في الترمس، شوفوا كيف ما شاء الله، شوفوا معايا المنظر.
كده خلاص هنكون عبينا الترمس تمام، هقفله واحط شويه في الكاس عشان تشوفوها كيف. شوفوا معايا كيف ما شاء الله، عاد انا مره احب لما يكون فيها لوز زي كده. شوفوا